السلام عليكم، لاباس؟ نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم جيت نقدم معكم بغرير في الروبو ديال ليدل مسيو كويزين كونيكت. بغرير اللي كيوجد في دقيقه، وبامكانكم تصايبوه حتى في الترموميكس، لان هاد الوصفه هذه خديتها من الترموميكس، من واحد السيده عندها ترموميكس خديتها من عندها. يعني بحال بحال هادشي اللي غادي نديرو في هاد الروبو هذا، نفس الطريقه ديروها في ترموميكس وكتخرجوا على بنفس الريزلت. شوفوا بغرير كي كيجي كله متقب وكيجي غزال وخفيف. وبقاو مع المقادير وطريقه التحضير. كنحتاجو 250 غرام ديال السميدة، معلقة صغيرة ديال الملحة، معلقة صغيرة ديال السكر، 420 غرام ديال الماء، وخميرة ديال الحلوة، وخمسة غرام ديال خميرة ديال الخبز. هادو هما المقادير اللي كنحتاجو في البغرير ديالنا. نبداو على بركة الله. أول حاجة نبداو نوزنو، نديرو الميزان، نديرو الطاقت، ونوزنو 250 غرام ديال السميدة. نزيدوها 5 غرام ديال خمارة ديال العجين. جهد معلقة صغيرة، صافي. نديرو اوكي. نزيدوها معلقة صغيرة ديال الملحة، معلقة صغيرة ديال سنيدة. خميرة ديال الحلوة، ونردو الميزان، ونديرو الطاقت، ونديرو 420 غرام ديال الماء. صافي، نديرو اوكي. نسدو عليه ونمشيو نديرو دقيقة فيتيس 7 ونديرو اوكي. بغرير ديالنا ها هو تخلط، غنخليو 10 دقايق ونبداو نطيبو فيه. نسدو ليه الكوبلي ونخليوه هنا يختمر 10 دقائق. هيا من بعد ما دازت 10 دقائق، شوف الفقاعات كيدارو، يعني اختمر لينا. كنحطو واحد المقلة ديالنا فوق العافية، كنحطو المقلة ديالنا تسخن فوق العافية، وكنوجدو واحد البلاطو هكا، واحد البلاطو اللي كنديرو ليه الزيف باش نبداو نحطو عليه من لي طاب. المهم نبداو دابا بسم الله، غير تسخن لينا المقلة نبداو في الطياب. صافي، نهزوها هكا بالمغرف ونبداو نكبو. انا راه الطياب ما قطعتوش معكم، يعني خليت المراحل كلها تبداو تشوفوا كي كيتقب وكل شيء، يعني ما حبستش الفيديو انايا، كله حطيت معكم تشوفوا طريقه ديال الطياب ديالو. شتي اين فوا كنكبو كيبدا يتقب مباشره، يعني بغرير ناجح 100%. الخاتم في صدي لضغين وراجل تزيد
شتي حتى الاخر وحده يعني كلهم متقبين كله بغرير كيجي زوين محمر بحال هكا وخفيف يعني بغرير خفيف 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 بزاف زوين. المهم جربوا هاد جربوا هاد الطريقه المقادير هادو راه ساهلين. اوكي خرجوا لنا تبارك الله راه خرجت 13 بغريره يعني رابعه ديال السميده خرجت 13 بغريره شي كي متقبه ودغيا دغيا كيوجد. هذا هو اللي زوين فيه بانه دغيا دغيا كيوجد راه دقيقه في التخلاط 10 دقائق في التخمار وتبدا يطيبي دغيا واجد سواء الفطور سواء الكوتي. المهم نتمنى بان الوصفه ديال اليوم تعجبكم. وبالنسبه للناس اللي عندهم ترموميكس ولا الناس اللي عندهم روبو ديال ليدل يعني اغتنموا الفرصه دغيا دغيا بغرير عندهم موجود ولا اللي ما عندوش راه في الميكسور دغيا دغيا حتى هو يعني دغيا تلوحي كاع المقادير وديريهم في الميكسور وها بغرير واجد. وبالنسبه لطريقه التقديم راه كل واحد كيقدم كيما بغى. انا كيعجبني في بغرير نقدمو بهذه الطريقه هذه التقليديه مره كنقدمو في الطباس الطول ولكن الطريقه التقليديه اللي مولفين بها كيعجبني نقدمو بحال هكا نديرو داير وندير طبيصيله ولا جبانيه ديال العسل من الوسط. تقدروا تقدموه مع املو تقدروا تقدموه مع زويته بلديه ولا ارغان المهم كل واحد وكي كيعجبو يقدمو. انا هاد الطريقه كتعجبني نقدمو كيعجبني ناكل بغرير بالعسل كيجي زوين. وكاين اللي كيدير عاوتاني الزبده مع العسل كيذوب الزبده والعسل حتى هي كتجي زوينه. المهم هو هذا بغريري نتمنى يعجبكم وتجربوه راه ساهل ماهل غير يتحيد العجز. يا ابن وات الختمتي يصدي لضغين وراس قوسي ونكي نكي نكي يا نور نكي 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 لكي دنقاني مرايا يمن وغيفون تيتم صدقاء. وبطبيعة الحال خاصو بريريدة تاتاي و... يلا الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تدعموني باللايك واللي ما تابوناش مرحبا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبسلام عليكم.